الخير من جديد على جميع المشاهدين اللي بيتابعونا وفي فقرتنا الثالثة مع الفنان الأريتري جيرماي أندوم. وإحنا عندنا حاجات كثيرة عايزين نسألك ليها وتفاصيل كثيرة عايزين نتكلم معاك فيها يا جيرماي. لكن قبل كده في محطة وقبل المحطة في لأنه شايفين ماهر واقف. نعم. ماهر مخرجنا الجميل. نعم. وهو شكله في علاقة طيبة مع جيرماي. نعم. ماهر أنت ممكن تجي تسلم عليه ونحن في المسافة دي حنمشي نشوف المحطة. يلا خلونا نشوف المحطة. نعم. شكرا. يلا خلونا نشوف المحطة القادمة. يقاس بدور تجاه النيل وانا بيك مسحور حسابي معاك بقى كله كسور عليك يا زهور تجاه النيل وانا بيك مأسور حسابي معاك بقى كله كسور عليك يا زهور صباح النور عليك يا زهور صباحك يوم يقاس بدور يا ما ناس فيديو الله بيت ده صديقي الفنان جيرماي الأريتري. بالمناسبة جيرماي حايز الجائزة الأولى في مهرجان دريم بمشاركة 9 دول أفريقية وإن شاء الله حتتعرفوا عليه كثير لقدام. شكرا. أنا برضو من سوداني أريتري لأن أنا متربي في السودان عشت في السودان طفولتي ورجعت أريتريا قبل 18 سنوات ورجعت السودان برضو بعد فترة طويلة فتعرفت مع شباب فنانين يعني ناس جميلين وفنانين خالص. شكرا جزيلا للفنان محمد فيصل الجزار، شكرا على ظهورك معنا في هذه المحطة. وما محتاج نعرفك يعني محمد فيصل الجزار قال انت زي ما ذكر انك انت الفائز بالجائزة جائزة افريكان دريم من بين 8 دول افريقية. بنبارك لك هذه الجائزة. شكرا. نعم. طيب شكلك عندك ارتباط قوي كده مع الفنانين السودانيين يعني شديد. زي منو كده من الفنانين؟ والله بعد طبعا يعني طفولتنا كلها برضو احنا تربينا نستمع لأغاني سودانية وفي أريتريا برضو يعني ما تستغرب انه لو شفت اي شخص بحافظ له او اغنية اغنيتين من أغاني السودانية يعني ناس بحبوا الأغاني السودانية شديد يعني. لكن انا برضو حتى لما رجعت من أريتريا السنة دي فتعرفت لناس كتار وعرفت اكثر في الفن السودان وفنانين سودانيين اكثر برضو زي الموسيقار حسام عبد السلام اشتغلت مع فرقته في حفلات كذا حفلات وحسام برضو يعني من العازفين وناس شغالين في الفن السوداني بطريقه مختلفه شديد انه اشياء حبيتها فيهم وبرضو محمد الجزار يعني شاب جميل وحبيت ستايله بالاخص الاغنيه اللي كنت بحبها من زمان اشتغلها بطريقه مختلفه جازي ستايل انا حبيتها كثير
نعم. فلسه انا بتعرف معاهم برضه اكثر. نعم. ان شاء الله حنشتغل مع بعض برضه كثير. نعم ان شاء الله ربنا يوفقكم جرماي. نبدا من البدايه. انت تربيت في كسلا، يعني طفولتك عشتها هناك، وبعد كده رجعت اريتريا وقعدت فيها 18 سنه، ودي اول زياره لك بعد ما جيت من اريتريا للسودان. فاول شيء تحدثنا عن طفولتك في كسلا، شنو اللي تغير عندك او شنو اللي تغير في السودان عموما خلال ال 18 سنه اللي انت كنت غايب فيها؟ انا اول لما جيت اريتريا مشيت كسلا، مشيت كسلا ومشيت المناطق اللي كنت بحبها شديد، والحله، الاصدقاء السودانيين برضو. يعني ناس بقت كبار في السن، اول كانوا في عمرنا برضو، يعني في حياه كثيره تغيرت. لكن بعد الحياه اللي لاحظت عليها انه بالاخص لما جيت الخرطوم في تغيير كثير، من ناحيه تكنولوجيا، ومن ناحيه ثقافيه برضو، فنيا. يعني ممكن اكون عرفتها اكثر لما جيت خرطوم، لكن برضه في تغييرات، يعني في تغييرات ممكن يكون التاثير من التقنيه والتكنولوجيا. طيب. كثير. طيب. نحن محتاجين نسمعك، لكن خلينا نشوف الفيديو كليب. خليكم معنا. مشاهدينا الكرام، ده كان نموذج من واحدة من الفيديو كليبات بتاعتك جرماي. وين كان الفيديو كليب؟ التصوير كان معظمه في مناطق أسمرة أو ضواحي أسمرة، ونفسه قريب لحدود السودانية، إنه القش، وبرضه جزء منه عن في طريق مصوح أسمرة، مصوح في جبال عالي شديد. مناطق طيب مختلفة يعني. طيب جرماي، وأنا حستصحب معايا الصور اللي شفناها هسه قبل شوية في الفيديو كليب، أنا شفت إيقاعات وآلات وأيضا رقصات هي تعبر عن التراث الإريتري، ويمكن ما حسيت إنه في اختلاف كبير جدا ما بين التراث السوداني، التراث الغنائي السوداني والتراث الغنائي الإريتري. يعني هل ممكن في يوم من الايام نشوفك انت بتغني واحده من اغنيات التراث السوداني بنفس الايقاعات والرقصات اللي شفناها؟ لا اكيد اكيد اكيد. يعني من الحياه اللي عرفتها لما جيت هنا، مشيت المتحف ومشيت برضه كليه الموسيقى والدراما لجامعه السودان، فعندهم غرفه فيها الات شعبيه كثيره، فمعظمها لقيت ان هي حياه اريتريه برضه. حقتكم انتوا برضه؟ ايوه عندنا، لا يعني بنستخدمها في حياتنا الطبيعيه وحياتنا اليوميه. كل الالات دي من ضمنه الابانجلا ولا الكرار اللي بنسميها، بيسموها هنا الربابه. فالايقاعات، حتى الايقاعات شفتها دي، تحب ذا كبور انت دلوكه، دي كلها عندنا لها حاجات هناك. فانا برضه مهتم شديد في. طيب جرماي حافظ من الاغاني السودانيه؟ ما حافظ؟ انا بحب مصطفى سيد احمد شديد. مصطفى سيد احمد حافظ له حاجه يعني بسيطه كده تقول عليها. شور وبكيت اغني عليك غنى في الحسره والاسف طويل، وعشان اجيب لك الفرح رديان مشيت المستحيل، ومعاك في آخر المدى سبتيني يا اتمعيدي الجبال
فسنا لا تو سبتيني لا سبتيني للحزن النبيل. نعم. يا سلام. شكرا. جميل كلام قرماي. طيب خلينا نواصل شوية. الجائزة هي اللي انت فزت بها هي جائزة أفريكان دريم. هي كانت من بين 8 دول. 9 دول. 9 دول. هي من 9 دول. هي طبعا كان منظم بشركة فرنسية اسمها أفريكان دريم داتا. فهي طبعا عملوا منافسات بشمل افريقيا كله، شرق افريقيا، جنوب افريقيا، وسنترال افريقيا، افريقيا الوسطى. ف واختار يعني عمل المنافسه دي في كل الريجنز، واختار برضه كل فائز من كل ريجن. نعم. عشان بيشارك في اكبر مهرجانات في اوروبيه وفي فرنسا وباقي دول فرنسا. برضه من الفائز يكون عنده فرص انه يعمل عقد انترناشنال مع شركات عالميه. شركات فنيه وشركات بتاع توزيع. والحمد لله انا عملت الاتفاقيات دي كلها بعد ما فزت بالجائزه. طبعا هو شنو كان طبعا لان الاغنيه اللي اشتغلتها إغاعة واللونيه هي اريتريه شديد، بس استخدمت برضو معاها طريقه توزيع شويه حديث، فخلطت الحياه دي. جرماية اللي احنا بنلاحظه انك انت حتى في الفيديو كليب انت مهتم بالتراث الاريتري. شديد. نعم. سر اهتمامك بالتراث الاريتري ده شو؟ ما هو ده المرجع، ده المرجع يعني كده ده الرمز. انا كاريتري ده رمزي انا. ودي الحياه انه المفروض انا اشتغل فيها اكثر، ودي المفروض انا اعرفها لباقي العالم. فالعالم هو حيحترم الحياه دي. وحيتعرف بتاعك الصوره عن اريتريا وعني انا شخصيا. ف برضه يعني دي حياه اساسيه بالنسبه لي انا، دي حياتنا اليوميه. نعم. فدي ما حياه جديده اخترعتها، بس استخدمت الحياه دي ويعني استخدمت برضه طريقه توزيع موسيقى حديث شويه. فالعالم يعني اللي ما بيسمع لغتي هو بيسمع الموسيقى، بيسمع الايقاعات. نعم. فده اللي مهم جدا في. طيب انا برضه بالاضافه للسؤال اللي سالتك له قبيل عن مدى التشابه الكبير ما بين التراث الاريتري والتراث السوداني، ربما يكون ايضا في الايقاعات وفي الرقصات وفي الاغنيات زي ما ذكرت انا قبل، لكن في مساله مهمه جدا اللي هو تشابه المزاج الاريتري والمزاج السوداني في تقبل الاغنيات. كل واحد يتقبل اغنيات الاخر. اهو انت هسه ما شاء الله حضرتنا بمقطع من اغنيه للفنان الراحل مصطفى السيد احمد، وبالمقابل ممكن تلقى السودانيين ايضا بيطربوا للايقاعات الاريتريه. فالتداخل ده وصل لمرحله التشابه في المزاج الاريتري والمزاج السوداني ايضا، المزاج الغنائي انا بتكلم عنه. نحن اذا مشينا الحدود الاريتري السوداني واخذنا الخطوط الجغرافيه دي اخذناها برا، شعوب واحده. نعم. شعوب واحده بتكلموا لغه واحده، بيرقصوا ارقاص يعني متشابه شديد، بتكلموا لغات برضه يعني بيغنوا اغاني حاجه. مثلا البيجا، احنا عندنا بنقول البيجا بتسموهم الهدندوه، البني عامر انتم بسموه البني عامر، احنا بسميه التجري. دي لغته واحده. يعني انا بتكلم بجيد لغه التجري، ان هي لغه الشرق السودان. وبتجيد العربي ما شاء الله. نعم. نعم. فدي شعوب واحد. فما في يعني الفرق هو الخطوط الجغرافيه دي بس. نعم. استعماريه أكيد. وخلاص. شكرا لك وشكرا لاحساسك الجميل ده جرماي. واكيد السودان بلدك الثاني، واريتريا برضه بلدنا نحن الثاني. بنشكرك جدا بيكم على وجودك في استوديو مساء الجديد. احنا سعدنا باستضافتك دي محمد. نعم. كتر خيرك يا شهد. وبنشكرك ايضا جرماي. جرماي ممكن نلخص تجربته انه هو اريتريا الاصل وسوداني الوجدان. نحن حنسمع ايضا الفيديو كليب كامل ان شاء الله في نهايه هذه الحلقه. بنشكرك وبنشكر حضورك معنا داخل استوديو المساء الجديد، وشكرا لك انت مشاهد قناه النيل الازرق على متابعتك لنا في هذه الامسيه من مساء جديد. الاسبوع القادم نفس المكان واكيد نفس الزمان. الى اللقاء.
اشنو هنا قبلها قبلها مركن بي متى بي هاي سو مركن ناسكي ناولا بهيدي ميجي من ناولا مسكنا هيدي ما ملا هيدي من هي هيدي نعرفه عن السنة هيدي من هيدي نعرفه عن السنة هيدي مامي هيدي مامي هيدي مامي قادة دا إنا أولين يوم يسالون قاسو قادة 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 مامي أمين نورا سامي قاسو تام